الهدف انه زي ما حكينا اندماج مع مع الشارع التركي اللي بناخده على طول بتطبق معنا. اسلوب الدراسة راح يكون بعيد شوي عن الكتاب، راح يكون اكثر تطبيقا بما انه الكل عايش في تركيا. في حد عايش بريد تركيا؟ اعتقد الكل في تركيا. بما انه الكل في تركيا زي ما حكينا راح ناخذ الاساسات من البداية، بعديها راح ننطلق الى منهاج ثاني. اتفقنا على الموضوع المنهاج؟ حدا عنده اي استفسار او اي سؤال قبل ما ننتقل؟ ممكن أسأل سؤال؟ اللي خارج تركيا. نعم تفضلي اختي. انا عندي مشكلة بالنسبة للحروف، يعني لانه انا عارفة انجليزي، فالاحرف دايما تطلع معي باللكنة الانجليزية، طبعا ما تطلع معي بالتركي نهائيا. طبعا. هبة والجميع بطلب منكم طلب، حتى راح يكون منكم رجال، انه يكون كالاتي. بدي تعمل اوكي، انا هلا بدرس تركي مش انجليزي، انسى حرف الانجليزي تماما. يعني حرف الاي ما تحكي، هو في اللغه التركي ما تحكي لي ايه. حرف الاي في الانجليزي هو في الاي في الانجليزي هو حرف ايه. اوكي، راح هسه احنا ناخذ الحرف كمان شوي، لكن اللي بدي اياه انه انسي. انا هلا بلغه جديده، اعرفها جديده، قواعدها جديده، كل شيء جديد. دروسكم مسجله راح تقدروا ترجعوا لها، اذا في شيء طبعا بي دي اف راح ابعته. اوكي، ف خلينا هلا نيجي على جزء اللي حكته هبه قبل شوي ونشوف الشاشه طالعه عند الجميع. ايه تمام استاذ. هلا اللي حكته هبه بتقول استاذ انا لما اشوف الاحرف هذول خاص بيجي على بالي انجليزي انه اي بي سي دي جي. هذول تمام بدي انسى. انا لما اشوف هذه الاحرف بدي انسى يا شباب، انسى حرف الاي والبي والسي والدي. اوكي، لانه هذا شيء ثاني. هلا هذا الحرف شايفين انتم صح؟ حدا يجاوبني بس اذا الشاشه. طيب نعم. مثلا راح ابلش انا في الاحرف من 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 الا للز. ناشن هون ا ب ب ج ج تش تش د د A A F F. نعم فادي. لا انا اسف استاذ، بس بنت زعجتني شوي، معلش انا مركز معك. مين ازعجك؟ بنت عندي، بنت عم تبكي. الله يخلي لك اياها. تسلم، الله يحفظك، انا اسف مره ثانيه. استغفر الله. ي ي الله اكبر، الله اكبر، جزاك الله. يمشج هي هي اي اي ج ج ك ك ل ل م م ن ن O O U U P P R R S S Ş Ş T T U U U U V V Y Y Z Z. هلا اذا بنشوف في عندنا احرف، هاي الاحرف اول مره ممكن نكون بنشوف فيها. اول شيء راح نيجي عليهم شيء واحد واحد. حرف الشاء موجود في العربيه عند اللهجات، اللي هي مثلا
العراق بيحكوا الشيء صح؟ عنا عراقية هبة مزبوط يا هبة، بنحكي تشاي من العراق تشاي. لا لا أنا مو من العراق. عفواً في واحدة عراقية معنا. نعم أنا عراقية. نحكي تشاي صح؟ نعم نعم. هلا مش هبة. لا سوري. وفي حتى في باللهجات العربية مثلا في الأردن أهل القرى بيحكوا تشاي، تشاي في الحال تشاي بيحكوها. طيب حرف اليمشقة هذا الحرف لا يمكن أنه يجي في بداية الكلمة، وهذا الحرف لا يلفظ. يعني لما أجي أحكي كلمة هذا الحرف ما بحكي مثلا هاي الكلمة موجود فيها هذا الحرف، ما لما تهجها ما بحكي يمشقة تشي أوكي؟ لا هذا مش موجود. هذا اللي بيعمله إنه بيعمل يعني زي كأنه بقول الحرف الثاني مدك مثلا الحرف ما قبله أستاذ. طبعا الاثنين شوف مثلا كلمة آتش شوف ما حكيت. في ناس طبعا بيحكوا إنه هذا لازم يكون حرف غين، لكن هذا الحكي أبدا مش مظبوط. آتش طيب بس ناخذ أمثلة، راح ناخذ كلمات عليها أمثلة. مثلا هذا الحرف كمان مش موجود هذا عشان نطلع بدك سكر أسنانك واحكي تطلع. سكر أسنانك جربها، جربوا سكر أسنانكم واحكي تطلع، يعني هذا تطلع من عند الحلق. هذا الحرف او الاول اللي نعرفها اللي مش جديد علينا. اما الحرف اللي جنبه في مين اللي بدوش فرنسي هالة اعتقد موجود باللغه الفرنسيه مظبوط. اي حرف العفو الاو مستر في الفرنسي ما في او بالنقطتين، في الاو صح بس افيك اكسا بالاكسا بس نفس اللفظ. طيب الاو عشان اللفظ الاو انت كيف تحكي الاو عادي، عشان طلع حرف الاو صغر تحت شفايفك راح تطلع معك او تلاحظ ان واحدة فخمة مفخمة واحدة رقيقة. افهمك مش اللي كأنه. طيب وزي ما نيجي حرف الاو والاو. طيب اللغة التركية فيها 29 حرف، المجموع 29 حرف، لكن هدول التسعة وعشرين حرف يا شباب مقسمين إلى قسمين. إيش هذول القسمين؟ خفيف وثقيل يمكن أو صوتي أو أونلو أنسوس. أستاذ ممكن تعيد السؤال؟ لا إحنا عندنا كم حرف باللغة التركية؟ 29. 29 اوكي. هذول 29 حرف في منهم 8 احرف، هذول 8 احرف مقسمين الى قسمين. طبعا هذول 8 احرف هم الاحرف صوتيه اي صح، اللي هم احرف صوتيه اوكي. هذول الاحرف الصوتيه شو المقصود بصوتيه استاذ؟ كيف العربي فيها الاحرف العله الف واو ياء؟ تمام، مع هذا للأسف أنا عندي مشكلة ثانية بالجرامر تبع العربي يعني كمان ضعيف. لا هلا هلا أنت سيبك من كل الجرامرات الثانية، بدناش نقارن بين هذه وبين هذه عشان تريح حالك من المقارنات وتريح حالك في المساعدات. هذول أساساً نأخذهم إيش بالتركي مش بالهادي. هذول عندنا الأحرف من قسمه إلى مجموعتين. أنت شايفين هلا استنى شوي. نشهر. لا إله إلا الله حقنا لنا. طلعت عندكم صفحة الوورد مزبوط؟ إيه. طيب هلأ إحنا راح نأخذ مجموعتين ماشي؟ سمي الأولى قلن قلن، وهي قلن مقصود فيها مفخم أوكي؟ وأحرف القلن اللي هم آ أ او الكل معي صح؟ تفضل استاذ. هاي المجموعه القلن المقصود بالقلن المفخم المفخخ
الفقيه خلينا نحكيها، والاحرف هي ا ا او ا، وعندنا مجموعه ثانيه انجا فقيق رق، واحرف الانجا اللي هي ا اي ا. هاي الاحرف 8 اللي هي الاحرف العله وهي الاحرف الصوتيه الموجوده في اللغه التركيه، تمام؟ واي قاعده اي شيء بناخذه في اللغه التركيه راح نشوف على هذه الاحرف. طيب راح ابعث لكم فيديو على المجموع على الجروب. هذا الفيديو فيه احرف على الواتس ولا على الواتس في هذا لانه بدي اياكم تضلكم تحطوا بدانكم سماعات، اوكي؟ في بنت راح تحكي الاحرف وبنعاده بتعيد الحرف نفسه 3 مرات، فانتم بدكم تعيدوا نفس الحرف، حاولوا عيدوا معها 3 مرات، اوكي؟ ممكن سؤال؟ تفضلي. الحين هم 8 أحرف صوتية، بس إيش الفرق بين الكالون والتانية؟ يعني مضخمة اللي هي الحروف المضخمة والحروف الخفيفة؟ طبعاً شوفي حرف لما أحكي أو 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 دلش صح؟ صالع إيه هيك؟ إيه ناعم. أوكي؟ فالمقصود منفخمة ورقيقة، الرقيقة ناعمة، أوكي؟ وهذيك خشنة. اتفقنا؟ في أي سؤال لهون؟ لا تمام أستاذ، بس يبقى من موضوع إنه الإتقان اللي هي مشان بس الممارسة وإتقان، صح أستاذ؟ لأنه أنا لحد الآن يعني صار لي تقريبا سنة في تركيا ما أعرف أرفض الأو من الأو، يعني بسيطة، هذه بسيطة. أنت لما أسا بعت لك فيديو أو تعيده أكثر من مرة كلمات زيد تشوفها بتعرف إنها كلمة أو ولا أو، لأنه مرات إذا الكلمة تغيرها زي في العربي كيف نحكي بطل وبصل، في بيناتهم فرق؟ بطل وبصل. طبعاً الطاء والصاد. تمام، برضو نفس الشيء بالتركي. إذا شلت نقطة مثلاً A والE في فرق بيناتهم، A والU في فرق بيناتهم، يعني تعطيك فرق تماماً في الكلمة. لا أنا عم بحكي حصراً أستاذ على الحروف اللي فوقها نقط، هذول اللي بضيعوني. لا ما راح تضيع يا فادي، توكل على الله. بس الفيديو راح ابعث لكم اياه، اسمعوا 3 4 5 قد ما تقدر تسمعوا. تمام، ومن بعديها شوي راح ناخذ شغلات فيديوهات بالتركي، راح نشوف مسلسلات، راح نسمع اغاني. فالان احنا عمليه تاسيس، المقصود بعمليه تاسيس ان انا بدي اعود داني على ايش؟ على هاي اللغه. تمام، انا بديش اسمع مشان بطل نحكي يا الله الاتراك بيحكوا بسرعه، الاتراك ما بيحكوا بسرعه، احنا اللي سمعنا بطيء او داني. انا مش داني بعدها عليها. هسه مثلا الفرنسي، هسه مثلا لو يحكي معي ياسين فرنسي بقول يا الله هاي اللغه الفرنسيه قد ايش سريعه. اصلا استاذ احنا التونسيين لما بنحكي تقولوا بنحكي بسرعه لانه انتم ما تفهمونا اي لغه، ما تفهمها بتحسها سريعه لانه متعودين، يعني في دانك مش متعوده. إيه. زي ما تفضل يا أخي ياسين، صاحب لك ليبي أو فرنسي أو عفوا تونسي أو مغربي، حتى لما تبلش بصحبتك معه بضل الكوميونيكيشن في إشي، يعني مش قاعد بفهم، في كلمات قاعد بتضيع تقع، بعدين تأخذ عليه وبأخذ عليك بصير تحكي زيه، تقول له هريسة وما هريسة، صح يا ياسين؟ صح. طيب الآن عرفنا شو المقصود بالثمان أحرف هذول العلة، هذول أحرف العلة الموجودات، راح يكون أحرف صوتية، أوكي؟ هذول أحرف صوتية راح نستخدمهم في كل القواعد راح نأخذها. الآن الصوتي في التركي إذا كان حابين تعرف شو ما أقصد فيها بسموه اللولار، والمش صوتية انسوزلار، هاي إذا كنا حابين تعرف. طيب
راح بس نبعث الفيديو اوكي وتعيدوا الكلمات راح نرجع على شيء ثاني. طيب الان مثلا هلا ياسين بده يعرف حاله بقول بدي احكي انا بقول انا اسمي ياسين بنم صوت عم يقطع استاذ ما بعرف من عندك ومن عنا هلا صوت مسموع هلا تمام من شوي كان بقطع طيب هلا ياسين بدي اعرفنا حاله خلينا بقول اعرف هلا ولا استنى بنم ضم بنم ضم او بتقدر تحكي بنم بنم لكن خليك على آدم أحسن عشان تعرف كلمة جديدة إنه في كلمات تعرف مشتركة بين العربي والتركي خلينا على بنم أدم ياسين حكى شو حكى ياسين أنا اسمي ياسين طيب من وين ياسين من إذا كان أكتبها بجملة بعض ما إذا بكتب أنا كفخرة زي هيك ماشي بنم آدم ياسين ما بحط بن مرة ثانية ليش عشان خلينا نأخذ جملة بعدين نأخذ فقرة بن معناته أنا من وين ياسين تونس تونس لأم راح نأخذها كمان يومين ليش كان لو من تونس اليوم أنا تونسي حكينا اسمه حكينا اللهم صل على سيدنا محمد من وين بن ولا بنا بن اسطنبول لا شيوروم وقلنا انه هو كمان بيعيش في اسطنبول بن اسطنبول لا شيوروم مثلا هلا ايش رح تحكي بن إزمير دا يا شيورم صح؟ هذا هي اللي كانت؟ صحيح صحيح ومين المرسين كان المرسين؟ في حدا بمرسين كمان؟ طيب بنت كانت طيب بن إسطنبول دا يا شيورم طبعا طبعا ياسين طالب صح انت؟ طالب في بنم ايه بان ان دي ام ياسين هيك بكتف هيك ياسين عرفنا على حاله حكينا انه اسمه ياسين حكينا انه هو من تونس حكينا انه وين ساكن وين عايش تمام وحكينا انه هو طالب طبعا هنا انا عايش في اسطنبول ممكن يحكي انه انا مثلا بن فاتح مثلا بن ساكن في فاتح هيك ياسين اعطانا ملخص عن حاله اسمه من وين هو وين عايش وين ساكن وشو بيشتغل والمهنه تمام بعيدهم بن بنم ادم ياسين بن تونس اليوم بن اسطنبول دا يشيرم بن فاتت اوتوريورم بن اورانجيم ياسين كم عمرك 20 20 الله يعطيك طول العمر يا رب شكرا الله يخليك استاذ يعني انت يا ياسين اكبر مني بسنتين لا معقول بن يرمي ياسين هون ياسين حكى لنا يا عمي انا اسمي ياسين انا تونسي انا عايش في اسطنبول انا ساكن بالفاتح انا طالب وانا عمري 20 سنه طولة العمر لكم جميعا ان شاء الله طيب مين هسه بده يعمل لنا بعد ياسين ياسين انت عارف عن حالك بالتركي شوف مرحبا بنم ادم ياسين
بين تونس اليوم، بين إسطنبول دا يش يوروم، بين فتيحة أوتور يوم، أوتور يوروم، بين يوروم جيم، بين يرمي يشين دايم. تمام. اللي بدك يا شين لما تحكيهم احنا لانه جمل عشان الكل يعرف شو هم كتبناهم بان بان بان، لكن اللي بدك تحكي بنماذج مختصر نقص من البين بتشيل ال 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 بين يعني ما تقول بنم ادم ياسين تونس اليوم اسطنبول يشيروم فاتح توتريوروم اورانجي يرمي عشان دايم. طبعا هسه خلينا نحط البن عشان الكل. اوكي مين كمان بده يعرفنا عن حاله بالتركي؟ انا. مين انا؟ هبه. لا الكل بده استاذ بس انت اختار. انا مش شايف الهاي اللي بالدور فيلا تفضل يا هبه. مرحبا كداشلار بنمادم هبه هبه النهار بن اسطنبول دايش يوروم وفات هاي رفعته هيو اساني يور ت ت اوتور يوروم بن رنجيم ميديبول يونيفرسيتي سي بن يرمي اكي يشندين. تمام. نري لسن بن سوريليم. ها؟ بن سوريليم. سوريليم. تمام. بن مادم هبة بن سوريليم ميديبول يونيفرسيتي سنده öğrenciyim ya da Medibol Üniversitesi'nde okuyorum. Hangi bölümde okuyorsun? Dışbrotez teknolojisi. Ay maşallah. Tamam. 20 yaşındayım. Tamam teşekkür ederim. Heba. Evet arkadaşlar. Evet, bir doğru iftar. Buyurun Hala. Benim adım Hale. Iraklıyım. İzmir'de yaşıyorum. Karşıyaka'da oturuyorum. Hı-hı. Ev hanımıyım. Ve 30 yaşındayım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Doğru sazma bittiğini durursun. Mealek. Maşallah yani. Ben adafı abim. Tabii yana efendi doğru. Kan şu kibde tamak. اللهم صل على النبي يعني راح نصل خطر بنم بره قالوا مرحبا بالأول ما فهمتنا بنم أضم قاضي بن فلسطينيين ما بعرف إذا مزبوط. أبد فلسطيني ما فرين أبد. بن إسطنبول دا يشيرم. أبد. شو بعده عبجلار دا يمكن. دا. دا عبجلار دا أطيرم. أبد. أورنجيم. Evet. 45 yaşındayım. Oo, mükemmel. Maşallah, teşekkür ederim. Rica ederim. Hada Fadi difajana şuftu ya şebab. Bağrafış, bağrafış, baden difajana. Ma fi gayron ıslaz. Bağrafış, bağrafış, baden difajana. Mümtaz, teşekkür ederim. Eh, min keman. Hanin. Min keman. Hanin. Buyurun Hanin Hanım. Hanin Hanım sesin çok az geliyor. Merhaba, benim adım Hanin. Ben Suriyelim. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ben Fatih'te oturuyorum. Ben öğrenciyim. Ben 40 yaşındayım. Ben Fatih. Oturuyorum. Fatih'te oturuyorum. Evet. Te oturuyorum. Evet. Ben öğrenciyim. Ben 40 yaşındayım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Hanin dedi, Fadi dedi, Hala söyledi. Benan, Benan, Benan. Eyvah. Ya Hala. لما بثانية بنان لما أنادي أحدا أو شيء تمام باللغة التركية ما نحكيش لا إيوه ولا ها ولا شو بدك ولا شيء بنحكي أفندم. طيب بنان هانم هذا بيرونس. بنم آدم بنان بن فلسطين دي بن إسطنبول دا يشيرم. أبيت ben Başakşehir de oturuyorum. Evet. Ben
أورنجيريم أورنجيم أبيت بن أتوز دكوز يشين يشين ديا تشيك بنان مين بغشش فيك يعني؟ نعم مين بغشش فيك؟ بنتي بنتي في صوت طيب تشيك كده دين بنانها شو بدي أقول؟ رجاء درم إيش؟ رجاء درم أو صاول يمكن نوال لا صاول ما تشيك كده درم رجاء درم رجاء درم؟ أها طيب رجاء درم أبيت دلوني هادم أفندم بيرون راني هادم بني مادم رانيا بان سوريا لم سوريا لم أبيت سوريا لم اسطنبول دا يش يوروم أبيت بيلك دوزو أوتر يوروم بيلك دوزن دا أبيت دا يدا دا بيلك دوزن دا بايلك دوزو دي اوتوريوروم بان اورنجيم بان كيركيشن دايم تشكر ديرم رانيا هانم رجاي ديرم سالي هانم افندم هجام ميرابا بيرون ميرابالر بيرونوز بنم ادم سالي تركيا دا يشورم اسطنبول دي زيتون بورنو دي أوتوريوروم أوتوز زيتون بورنو دا أوتوريوروم أوتوز بير ياشم دايم باشكا نستارت سيز نريليدنس؟ إراكليم إراكليسنس تشكرلر سالي هانم سعبا رجاء درم ياسين بي شيماء أحمد هانم أفندم هجام بيرونوز شيمانا بنم أدم شيما بان يمنلي بان اسطنبول دا يشيوروم بان أفجلار دا أوتوريوروم بان أورنجييم بان بان يرمي أوتش يشين دايم تشكر الله شيما هانم سعالون محمد أحمد محمد أحمد يوك تمام هبة ديل ميسم أنا ميسم أنا ميسم يا دماسة ميسم مرحبا بنم أدم ميسم سوريا ليم إسطنبول دا يشيورم Bahçe şehirde oturuyorum. Bahçe şehir, evet. 33 yaşındayım. Ev hanımıyım. Tamam, Bahçe şehirde oturuyorum. Teşekkür ederim Meysem Hanım. Evet ve şimdi Masah Hanım. Evet hocam. Buyurun. Merhaba, benim adım Masah, Suriyeliyim. İstanbul'da Suriyeliyim. İstanbul'da yaşıyorum. Fatih'te oturuyorum. Ekonomi okudum ama şimdi ev hanım, iki kız var. Aferin Allah başlasın maşallah. 30 yaşındayım. Kızların adı ne? Besma ve Melek. Bismillah maşallah Allah başlasın. Teşekkürler çok sağ olun. Evet, şunu bir lemekun fi hada ihki عندي اولاد او اجا اولاد او شيء نحكي الله باشتسن الله evet, باشتسن راح ناخذها راح نكتبها evet اماني هانم مرحبا اماني هانم benim adım Amani ben Libyalıyım ben İstanbul'da yaşıyorum ben Beylikdüzü'nde evet. Beylikdüzü'nde oturuyorum. Evet. Ben öğrenciyim. Ben 19 yaşındayım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, Valid Ali. Ustaz Masum, بعد اذنك. يعطيك العافية. معلش سؤال خارج الموضوع، قد ايه كم واحد بقى ايام بعد عدسك استاذ؟
انا بس بس قلت بس بدي استغل اخذ وقت بسطعه واقوم اصلي بس وارجع على ما تخلص تعارف بعد اذنك. صلي صلي. قد ايه بقي يعني عدد؟ انت بتصلي المغرب ولا العشاء؟ لا العشاء. تلزم العشاء معنا للفجر. لا ما يعني ما احترامي لك انا بحب على الوقت يعني. على العموم انا قدامنا كثير للطلاب. بستنى اشوف. اذا كم واحد معك بيبقى ما في مشكله. لا كم واحد ضل. خلص بس انت بس انت روح صلي تعال. وليد داي وليد افندم هوجم مرحبا وليد نسن اي ما والله سهل نسن سهل نسن هذا بيرون وليد داي تمام بنم ادم وليد بان اردنليم اردنليم ايه بان يلوفادا يشير نايم يشيرم evet يشيرم بان فاتحة تمام بان توكيا اتوريوم طوكيو توكي 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 يلوفيدا يلوفادا توكي evet بان اورجين اورنجين evet بان 21 yaşındayım 21 yaşındasın tamam teşekkür ederim Murid Bey eyvallah eyvallah abi tamam hocam Elif Han efendim hocam Buyurun Elif. Benim adım Elif. Ben Libyalıyım. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ben Bakırköy'de oturuyorum. Hı-hı. Ben öğrenciyim. Ben 43 yaşındayım. Teşekkür ederim. Elif, soyadın Han mı? Evet, Han. Han. Hı-hı. Teşekkürler. Bir şey değil. Evet, Muhammed Ahmet hala yok değil mi? Evet. Açtılar ve kaçtılar diyelim. Tamam. Fi hada ma haka? İnnana indi hadi mitlaş bil tertib el esma. Fi hada ma haka? Fi hada haka ve hab yضيف şey? Tayyip. Mümkün asal sual? Tfadali hebe. الحين نحن ليه قلنا استانبول ده بعدين لما قالوا البنوتات قالوا بلقدزو ده دي هذه لقدام راح ناخذ دا والدي معناتها في اوكي لقدام راح ناخذها اللي هي اصلا اربع اشكال دا دي تا هي اوكي فراح يكون ليش دا وليش تا وليش تي وليش هذا كله راح ناخذه قريبا باذن الله طبعا بناء على ايش بناء على الاحرف العلة اللي راح ناخذها اوكي ممتاز ملاحظه جميله يا هبه مين كمان عنده سؤال حد عنده سؤال لو بنعرف على نفسنا في جمله واحده يعني ما نعرفش نكرر بان 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 كيف حتكون كيف بدي اعملها يا ماني ممتاز يا ماني شوفي سؤال جميل قدم ماني اكتب اسمك بالتركي أماني A-N-A-N-I أكتب لك إياها بالتركي كيف؟ أماني تمام بني مادم أماني تمام أنت من وين يا أماني؟ اليمن من ليبيا من مين؟ في حدا من اليمن صح؟ ليبيا ها؟ ليبيا تمام من أماني Benim adım Emani, Libyalıyım, İstanbul'da yaşıyorum. When sak ne? Beylikdüzü. Beylikdüzü, Beylikdüzü'nde.
Görüyorum. Evet, el yüzünde oturuyorum. Ben öğrenciyim. Ben öğrenciyim. Mekan عمرك 19 değil mi? ممكن سؤال؟ بي ثانية. بيلك دوزو ليش حطينا الناي بالأخير؟ طيب راح أرجع لك راني بجي. عمرك 19 يا أماني صح؟ إيه. ياشن داي. عندك كوز ياشن داي. فندم أما رانيا. أيوة نعم. آه ليش حكينا بيلك دوزن دايم صح؟ أيوة ليش؟ إيه. بيلك دوزو مقطعين. وهي زي ما بنحكي بالإضافة مضاف إليه، أوكي؟ لما نأخذها بكون إلها لما تيجي معها أي أحرف جر سواء كان إلى أو مع أو في بنحط مساعد صوتي اللي هو نه. برضه هي راح نأخذها لما نصل للإضافة إن شاء الله. تمام شكرا. يا هلا. ليبيا ليم وأماني. أماني بكتبوا اسمك بالآ وبكتبوا بالآ بس أكثر ترجيحهم راح يكون في الآ. تمام. أوكي. مين كمان عنده سؤال؟ أنا عندي سؤال خارج المنهج بس بعد إذنك. بس بخاف. أنا بخاف من خارج المنهج. أنا مش دارس له. اسمي عندي مشكلة بالأتراك من ينطقوه فأحير شلون أوصل لهم ساعة يقولوا لي ها صالح هو إركاك اسم. ساعة بيضحك ويتمسخر إنه سالي قنو فشلون أنفض اسمي إلهم صحيح ولا ما في طريقة لي هيك سالي 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 أحكيهم سالي لما تحكي سالي هم كيف سالي قنو دورة سالي أحكيهم اسمنا بنم اسمي سالي سالي ما سالي طيب شكرا اللهم صل على سيدنا محمد. انا خلنا اعرف عن حالي انا انه لما انتم فتوا لما عرفت عن حالي كان كل مش موجود. طيب بنم ادم امجد بن اردن ليوم استنبول'da yaşıyorum. Eyüp Sultan da oturuyorum. Ben öğretim üyesiyim. 37 yaşındayım. عمر كله أستاذ. مش قال دنيس. الله كبر اسم فادي. مين اللي حكى وش قال دنيس؟ أنا سالي. سالي سالي لما تعرف على حدا مثلا أنت أجت هسا حرفت حالك اسمي سالي أو شو بقولك ممنون. ممنون. نون. أوضو. مثلا تعرفت عليك بقولك أنا ممنون أوضو شو أنت تحكي بتجاوبيني؟ عنده. ممنون أولدم ممنون أولدم طيب هلا بسم الله على بسم الله ما شاء الله عليكم طبعا انتم كلياتكم مستواكم رائع يعني مش منيح او ها ايش حلو كثير رائعين بس في شويه مواقف راح نوقف عليها كليات ان شاء الله عشان هيك احنا هذا البدايه لما تروح بنشوف شو في عندنا شيء نعدل عليه مثلا ليش نحكي داده تاته متى بنحكي هاي متى بنحكي هاي ليش حكينا زي ما تفضلت سألت الأخت إنه ليش حطينا حرف الناء هون يعني أنا بيلك دوزو ليش بيلك دوزو من داي تمام اللهم صل عليك يا سيدنا محمد تمام الآن لما إحنا نحكي مع حد تركي هذا الحد التركي إحنا ما بنعرفه أو هذا الحد التركي استاذنا في الجامعة أو هذا الحد التركي أكبر منا أو إشي رسمي أوكي نحكي مرحبا مرهبا أو مرهبا لار صح؟ مظبوط؟ صادق أنت تبعت مقطع على الواتس ما بعتت يمكن أو راح أبعت آخر الهدي مرحبا أو مرحبا لار مظبوط؟ هاي لما حدا رسمي أنا ما بعرف بعرف طيب بدي أسأله كيف حالك بسأل ناصر تمام مين غير فادي كمان
ممكن أصلا نصر السنس. شو في كمان؟ نصر السنس. لما يكون يا أخ هذه حدا ما بعرفه أو إيش رسمي ما بقول له نصر السنس. نصر السنس. لما تفضلت الأخت اللي حكيناها بشوي. نصر السنس. تفخيم. بالضبط. أنا في اللغة كان باللغة الفارسية موجود. التخيم إنه من أنتم شو تريد كيف حالكم صح؟ باللغة الفرنسية كمان موجود صح؟ مش هلا هبة أو ياسين برضو مو هبة شو أستاذ هلا برضو باللغة الفرنسية موجود صح؟ إنه كيف حالكم كومو صفا صح؟ كومون سافا في كومون سافا للايش الواحد كومون سافا اللغه تبع الشارع هاي يعني بدنا الشارع بدنا تاع المدرسه تبع المدرسه كومون زاليفو كومون زاليفو الحمد لله يا ياسين ان شاء الله انك حكيت شيء منيح ما بعرفش هي عاد لازم هاله اللي تحكي لنا عاد لا كومون سافا او كومون تاليفو هذا ماخذي يعني ما ادري بعد طيب نص السنس كيف بجاوب عليها؟ أيام. بس خلنا نحكي إنه. أيام كيف نص السنس؟ خلنا نحكي إنه هلا هالة وهبة ماشي؟ ما يعرفوش بعض في المكتبة تقول لبمكان نص السنس حكت إيش جاوب هالة؟ أيام سيز نص السنس. أيام. سيز الثاني شوي إيم بات إيش بعد إيم شباب سيز نصل سنز الثاني شوي إيش محتاجة تشكر إيم تشكر إيم صحيح تشكر إيم ممكن تحكيها ممكن إيش كمان تحكي لها تشكر إيم كمان تشكر 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 إيم أم بعدين أسأليها سيز نصل سنس أبت مين قلنا هبة وهالة كنا صح هالة اللي حكت هبة حكت لك إيه أنت شكي درين سيز نصل سنس شوكي صال يا يا شيخة والله شوف الطريقة هبة ولا باندة إيه إيم شكرا دريم اللي بدك إياه هلا لو كانت هبة عندها أي سؤال تاني اسألها مثلا إيش ممكن تسألي هبة سيزن أدنز نه أنتوا يعني قاعد نتعرف يعني بالضبط نتعرفكم مثلا طريقة غير الأولانية هذيك أنت الفوقانية انت عرفت حالك ايه فاهم انا على بالي انه خلاص نعرف بعض وقاعدين نسال بعض ايش قاعد تسوي بالمكتبه ايش قاعد اسوي انا ونسولف يعني هسه هون نحكي انه هبه وهلا امجد عمل امتحان هم قاعدين على الباب بيستنوا الامتحان ماشي التنتين دي فضفضوا لبعض فكر خلينا نتعرف نروح للسيستم على الامتحان طيب هلا حكت لك هبه بنديم تشكدم سيز نص نص سيزن أدنزنة كانت. إيه، أبادون سيزن أدنزنة. بنم أدم هالة. هي هالة بس أنا مسويتها هالة لأنه يحسبوها مثل الهلا مثل العمة. فأنا محاورتها مسويتها هالة. السلام عليكم. هي نفسها مو نفسها. السلام عليكم. طيب وهالة هالة مثل السجادة. لا. ليش هلا؟ ذيك هلا أنا مستويتها مثل الهالة أنا هالة جيت أسياك شاملر أهلا يا هالة ياك شاملر ياك شاملر وين إيش حكينا هالة إيش حكيت جوابتي زين أدم زين بنم أدم هالة أدم هالة هيك صح إيه نعم شو بدي بعدين شو تحكيها؟
Sizin adınız neydi? Aferin. Sizin adınız ne? Mümkün çufu bil kitap. Sizin adınız nedir? Halin hala sizin adınız ne? Evet. Minkan hala? Hiba. Benim adım Hiba. Benim adım Hiba. Benim adım Hiba. ايش تحكي هلا يا كاتش يا سندس خليني هون كذا ايش نحكي هسه يا هلا لاهالي ايش نحكي يا هلا والله ايش نحكي ممنون oldum evet memnun oldum evet memnun oldum ben de memnun oldum طيب الان لو بدهم يكملوا هالة وهبة اوكي بدي يكملوا ايش ممكن يسألوها كاتش يا شندسن سنز ها صحيح كاتش يا شندسن اهم اطلعت كاتش يا شندسن كاتش يا شندسن بتقول ايش كمان ممكن تسألها مي ري لي سنز نري لي سنز ايش كمان ممكن تسألها nerede oturuyorsunuz de oturuyorsunuz خلينا هون اوكي طيب الان هذا ايش الرسمي اوكي هذا رسمي طيب لو كان مش رسمي كيف بنعمل خلني احكي بثانية هلا بشرى مرحبا مرحبا ايوه سان كيمسن بليروم بليروم طيب مين انت عارفين عن حالك بنيم قديم هالة هالة بشرى بير أقول أنا من السودان بن سودان بن سودان ليم شيرين إبلر أوتوريولو شيرين إبلر أوتوريولو ميلاد تشكر بنت شكي دلم سوا طيب هلا هلا بشرى شكرا أعطتنا ملاحظة حلوة إنه قد ما فينا إنه ما نتأخر على الدرس ليش؟ لأنه إذا تأخرنا راح نحس حالنا ضايعين صح؟ صح قد ما فينا نحاول إنه ما نغيب عن الدرس ونحاول ما نتأخر ليش؟ لأنه اللغة الجديدة هي عبارة عن حلقة حتى اللي بيعرفه تركي ما أنا بعرف بديش أفوت اليوم بديش أعمل اليوم ايش بعرفك امجد شو بدي اعطيك اليوم بلكي اعطيك معلومه اكاديميه ما كنتش تعرفها انت من الشارع او من مكان ثاني علشان هيك نحاول انه ما نغيب نحاول انه ما نتاخر نفوت كلياتنا على الموعد نطلع كلياتنا على الموعد اتفقنا اتفقنا الحكي مش بس للاخت هلا بشرى الحكي للجميع والله انا بعتذر عن التاخير لانه كنت في المواصلات يا داب وصلت البيت حصل خير وانا اليوم كنت في الازمه وتاخرت انا كمان تاخرت اليوم بلشنا بدل ما نبلش على 7 بلشنا كانه 7 و10 ايش زي هيك طيب حصل خير ان شاء الله بس مكتوب انه حيبلش الدرس 7 ونص مو 7 يعني انا استغربت انه بلش بكير لا مكتوب 7 ل 8 ونص مكتوب 7 اي نعم بس صار تاخير بعدين صار سبعة ونص اها اوكي خلصنا تمام هي دروسنا باذن الله يوم اثنين اربعة جمعه من الساعه 7 ل 8 ونص ان شاء الله انتوا على 7 الكل بكون مخلص من شغله مروحين مزبوط
صحيح. اي استاذ. طيب لو كنا هلا حكينا انه خلينا نحكي انه هلا اثنين خلينا نحكي استنى في حدا كمان دخل جديد جوستين معانا مش معانا جوستين كأنه كاتب على الجروب بالواتس استاذ انه طلع او هيك شيء خارج او خراج شكرا هيك كاتب. طيب هلا خلينا نحكي انه في عندنا تنتين اوكي صاحبات او اثنين اصحاب وليد وفادي مثلا مسح واماني اوكي بيعرفوا بعض صاحبات لاقوا حدا مع بعض ما بيحكوا له مرحبا لا رفا شو بيحكوا مرحبا او ايش ممكن يحكوا كمان ناصر مرحبا سلام اي سلام عليكم سلام سلام ممكن يحكوا سلام عليكم اوكي أماني تسأل مين قلنا أماني مين أماني تسأل مسح أو وليد تسأل فادي إيش يسأله كيف حالك نصر سنز هذول اثنين أصحاب مع بعض فادي وليد أصحاب أنتم أو مسح أو أماني طيب إيش تجاوب إيه متشكر فيلم تعلم تلسل إيه نفس الجواب إيش أكثر إدري سان نصر سان نصر سان مضبوط عبت إيش الجواب عبت باندي إيش أكثر إدري ممكن يسأل كمان سان نفرح ها يعني نقولها إيش في ما في شو تسوين ما تسوين يعني كذا طيب هذا خاص إذا بتسألي شو مرحبا رسم تسألي شو في ما في هذا اللي بدي فهم أوصل لكم إياه إنه هون بالرسمية بستخدم أنتم ماشي وغير الرسمي بستخدم أنت أوكي فإحنا كعرب لما نيجي نفكر قبل ما نحكي فكر بالتركي ما بتفكر ما تفكر بالعربي يعني إحنا نحكي بالعربي كيف حالك راح احكي للدكتور تاعي ولا راح احكي للاستاذ تاعي او احكي لحدا مسؤول اقول له كيف حالك اما احنا بالعربي بنحكيها اوكي هنا لغه باسلوب لغه تحكي للي ما بتعرف او الرسمي او الاكبر منك او 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 نص لنص كيف حالك اوكي طيب هذول كلنا راح اصلا راح ناخذهم مره ثانيه وراح الكل يعملوا شيء مره ثانيه رايد متى نحكيها؟ صباح صباح لأي ساعة؟ أستاذ دكتور بس معلش سؤال بعد إذنك تفضل الفرق بين الرسمي والتعارف اللي بنعرفه مع بعض يعني هل أنا بجوز مثلا أستخدم صيغة التفخيم مثلا لشخص أنا بعرفه بس اللهم أنه كبير في السن زي اعطيني مثال زي ايش يعني مثلا عمي انا بعرف السكيورتي مثلا اللي هون عندنا مثلا حاج كبير مثلا بقول له ما شو بقول نصل سنز عم جام مثلا هذا بضل له السكيورتي بضل له شو اسمه بضل له ايش يعني زلمه كبير ختيار بضل له اهتم او اذا انت وياه كثير اصحاب بتقول له عم جيم نابي وشو مثلا يعني لا مش موضوع صحبه فقط هو تفخيم لكبر سنه فقط بالضبط بضل هيك يعني احترام اكثر له تمام أما والله عمي لا عمي أخ أبوي صح كبير أكبر مني أقول له نص سنة لا عمي أو خالي أو تمام في كمان سؤال أشكرك طيب جونايدن من أي ساعة لأي ساعة تقريبا من الستة لحد عشر أو ستة لاثناش من الستة يعني تقريبا لغاية الساعة 12 الظهر نحكي جونايدن شو منجاوب عليها جونايدن طبعا ما عندهم مش في اللغه التركيه صباح الورد والفل والياسمين والعنبر والقشطه هذا كلام مش موجود تمام طيب بعد الساعه 12 بنقول طيب او الساعه 12 الساعه
اي جنار. لا لا مين حكى الساعة 12؟ جنايدة مستخدمة الساعة 12. الأخت اللي حكت اعترفي وينها؟ لا أنا ما قلت كذا، أنا قلت من الساعة 6 للساعة 11 12. طيب. أنا كذا قلت. هبة في شغلة تانية تعرف شو هي؟ مرات اللي بيصحى اللي بيجي متأخر اللي بيصحى الظهر أو إشي بيأخر بيحكوله تونايدن تونايدن. سعد أنا أشكرك لتأكيد هالمعلومة، صار في نقاش بيني وبين أحد الشباب اللي مشوف طردوا المحضرين باللغة إنه فيها الكلمة أو لا، قال لي ما في. تونايدن موجودة. ما إيه أنا أخذتها عن طريق السوشيال والمقاطع والكذا، فعم بسأله مناقشه بقول لي لا ما فيها الكلمة. لا تونايدن ما تستخدم. هي 12 للوحدة مثلاً. لا لا كيف بتصير هاي؟ لا مواقف تونايدن مثلاً، خلينا نحكي، أنا قاعد بشرح في الدرس أوكي، أنا في الدرس تم الساعة 10، خلينا نحكي من 10 الصبح للساعة 12 وأنا بشرح في الدرس، أجت هبة. يا ليل مع هبة هي وهي المثال. لأنه قدامي طالع اسم أجا فادي يا عمي. فادي عادي. أجا فادي متأخر، بقول له فادي إيش؟ بقول له سيف راحت علي نومي، فبقول له تونايدن. تونايدن هذول اللي راحت عليهم نومة، يعني مش واحد متأخر، هذول اللي راحت فيهم نومة أوكي، بس للي راحت عليهم نومة، اللي راحت فيهم مش راحت عليهم، راحت فيهم نومة، راحت في أوكي أوكي. طيب ممكن تكتب لنا يا أستاذ عشان نعرف الكتابة بتاعك؟ معلش إيش عمل تكتب لنا تونايدن دي؟ يعني مكتوبة مكتوبة البشع... الشاشة وطالع قدامكم صح؟ آه تمام شفتها. يعني طيب. أستاذ هي تيجي بمعنى سلبي مو إيجابي. هنا من كلمة تونايدن هلا هي تيجي سياق للجملة. كلمة تونايدن شو بفهم فيها؟ بفهم إنه والله هلا كان عندها امتحانات وتأخرت فعشان هيك أجت ماشي. حكوا لها تونايدن. يعني ممكن والله مسكينة هلا امبارح كانت امتحانات ما صحيت نامت على الساعة 6 خليها نايمة. إحنا عملنا قاعدين ناكل الساعة 12 مثلاً فطور. إجيتي نحكي لك تونايدن. أو الساعة واحدة تاني قاعدين نشرب قهوة نقول لك تونايدن عرفتي؟ أوكي تمام. طيب اللي بعد لما نروح على الساعة من الساعة 12 للساعة 5 المساء شو بنحكي؟ إيه شملة. مين لك شملي؟ مين حكى لك شملي يا بكير؟ قلنا بالغلط. إيه قلنا طاب يومك يومك سعيد طاب يومك أوكي؟ الساعة 5 المساء. ليش الساعة 5 بنحكي انه هون الغروب ايش ساعتي ليش بحكوا انتهاء الدوام على الساعة 5 فبخلص كل واحد بيحكي لزميله او المساء يكشملار. طب هاي يكشملار بتضلها للساعة 12 بعدين يجي ايش يجيلار إيجيلر. مين اللي حكت إيجيلر تام؟ أنا. صباح الخير زي ما بدك. طيب حسا جونايدن شو بجاوب عليها؟ جونايدن. طيب جونايدن إيجيلر. إيجونا. يكشملر. يكشملر. إيجيلر. 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 لقدام شوي. إيجيلر لساعة كم؟ إيه؟ للنوم للساعة كم؟ لحد تصحي ثاني يوم. تمام. خذي راحتك يا إيجي جبير. أوكي؟ أوكي. طيب. عندنا. شكلها. شكله عنا تشكر ادريم عنا ساول عنا ساول ساولون عنا ساول ايش كمان عنا ندمك ليش معناتها اكثر انه لا شكر على واجب يعني مثلا بعمل شغله بحكي تشكر ادريم هلا بتحكي ندمك يعني لا شكر على واجب إيه بس ممكن يقول تعاقل هلا لا ما بصير إنه أنت تشكرين تحكي لي ندمك ها أوكي يعني أنا بعطيك مثلاً كاسة ماي تحكي لي ندمك ندمك ما تيجي معنا إنه إيش المعنى وغيره إيه هيك نعم مزبوط لكن مثلاً بحكي لك
أو بحكي لياسين تشكي درم ياسين قولي ندمك إنه يعني وقع دفتر يعطاني إياه أو بقول تشكي درم ياسين قولي ندمك يعني لا شكر واجب يعني واجب أعطيك إياه وقع منك وأعطيتك إياه ما في منش أوكي ندم ندم أما لما أما والله مثلا يقع تليفون هلا وأعطيه إياه تقولي ندمك يعني شو قصدك أنت بس إيش معناته شو قصدك أنت شو بدك إياه أنت لا يا عم توقع تليفونك أعطيتك إياه الله يرضى عليك عرفنا شو الفرق بين هون وهون يعني هو في اللغة التركية في كلمات عندها أكثر من معنى طبعاً إيه. طبعاً قلنا تشكلر تشكلر ساولون ساول إيش كمان شو الفرق بين ساولون وساول ساد ساول وساولون هاي قبلها نفس تشكلر تشكلر ما فيش فرق بينهم نفس المعنى كمان بشيوك ها بشيوك لا 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 يمكن تشكل يدرس قصدك هيش بشي جديد هيك قصدك صح؟ لا الحين انا اشوفهم بالجروب بشي جديد قصدك بشي جديد بشي جديد يا هذه نفس الشيء يا هبه نفس ندمك يعني انا بشكرك حسب الموضوع يعني عشان كده هبه بتحكي لي بشي جديد عشان كده هبه ندمك اوكي يعني هاي ال بشي جديد والندمك تنأخذ حسب المواقف حسب الموقف اللي أنت فيه يعني حسب الشيء اللي قاعد يصير يعني هبة هسا إحنا مش بالعربي مثلا بقول لك شكرا يا هبة تحكي لي لا شكرا عواجب صح إيه هاي استخدمها بشيء جديد وندمك بمعنى لا شكرا عواجب أوكي اتفقنا اتفقنا طيب اللهم صل عليك يا سيدنا محمد ايش كمان ظلت واحده بس هذول اسمعوا هذول رسمي وغير رسمي تقدر تستخدمه اما هاي للغير رسمي بين اصدقاء اي والله اي والله هاي الكل استاذ بحكيها يعني بعرفه ولا ما بعرفه عشان اذا كنت بدائر رسميه بقول كيش اي والله والله ما جربت انا بصراحه الدائره الرسميه او اذا كنت قاعد تحكي مع هذا رسمي بقولكش والله لا هو هون مقصود انه بعرفه او ما بعرفه يعطيك العافيه مساء الخير على الكل يا هلا حياك الله ايه متى هي على فكره خلصت المحاضره ولا لسه ضايله باديه هذا اللي بنقول والله قاعدين بنودع فيهم بنودع بالشباب O zaman şey biz biraz işim vardı da yüzden yetişmedin. Ne zaman tema bu dakika? Biz biraz işim var. Kefze tatmak cümleyi. Diyorum ki bizim iş çıktı. Hallettik. Öyle bir şükür yani. Şimdi geldik. Geçtim evet. Ama kimse şey geçti. Şimdi tekrar geçtim. Oldu. Allah'a evet. Emanet بس هاي الجملة بالضبط معك ملاحظ حاول فكر فيها واحكيها مرة ثانية طيب انت على فكرة حضرتك الأستاذ يعني ايوه يعني لا لحد الآن يعني تخيل وضمن شيء تشرفنا والله سان كيمسن شيء شو بقولوها شرفت في معرفتكم سان كيمسن إبراهيم باي ممنون أولدون تنمدى ممنون أولدون إبراهيم باي ها سيس كيمسنس بن إبراهيم تحسين المصري فلسطين شهير ده إبراهيم المصري من فلسطين شرفنا كتير سهل والله يعني مش انا لحالي لاحظت الكل لاحظ ابراهيم ايش انه جملتك دمرتنا له يا زلمه بس فهمته ابراهيم ايش فلسطين ايش فلسطين شهر شو هاي فلسطين شهر ما طلع فيها مدينتي فلسطين انت فلسطين مدينه يعني فلسطين الجنسيه كيف بتقول فلسطين دوله بطن جاي فلسطين دوله ماشيين بيجيكسين خلاص حاول تاخذ الجمله من الاستاذ افضل طب اعطيني اياها الجمله شوف
طيب بيحكي بنم أدن إبراهيم بن فلسطينيين تفضل استاذ قول خلاص ابراهيم تفضل بدي اشوف شلون يعني هي تجربة آلية التعارف بدها تكون صيغة التعارف يعني فلسطين لين ابراهيم تحكي اها فلسطين لين تمام يعني بدي احكي مثلا بن ابراهيم تحسين المصري فلسطيني عفوا فلسطيني ويلم يعني بن فلسطين لين بن فلسطين لين ويلم مش اللي جاي بوري شو اللي جيكسن هسه طيب شو اللي هاي هاي سفي سفي سن سن ما بيوشن شيء شمدي ما بتريورم بس إذا شيء أكيورم يعني شمدي لك يوك سن ما بيوشن دين جاي يعني شو بتسوي شو بتعمل في تركيا عم بسوي إيش عم بسوي عم في المحاضرة أحلى طيب إبراهيم نمنون ولدك إبراهيم عرفنا عن حالك يعني أنا حتى لما تعرفنا عليك من زمان المسكين قاعد وتعرفنا كنا على بعض وأنت جاي آخر الدبكة لا بزم شيء مش شيء براز إيش شكته ولا لا تزبط معك الجملة عدتها ثمان مرات ولا تزبط معك عارفة ما تزبط لما توصلنا إحنا مغدين لغة شوارع يعني استغفر الله العظيم ما تعلمناها يعني طيب عشان هيك إبراهيم عشان هيك إبراهيم عشان هيك فوت على وقت المحاضرة أوكي شوف هذا النواقص الموجودات كيف نعبيهم أوكي كيف الاسم بأخذ الضمير بتضلك ماشي معه لنهاية الجملة كيف تطلع معك يعني قبل شوي مثلا كلنا أخذناها مثلا تونس ليوم ليبيا ليوم أردن ليوم فلسطين ليوم سوريا ليوم ماشي إيراك ليوم إيراك ليوم سودان ليوم إيراك ليوم في عنا طبعا كان في واحد فلسطيني فادي فلسطين ليوم ما حكاش فلسطين شهري عشان هيك على فكرة وكل اللي معك في المجموعة كلهم بيعرفوا تركي بعرف أكيد طبعا لكن يعني ما شاء الله كلهم عاملين تركية بس زي ما قلت لك إنه في نتعلم من الشارع شكل يعني هسه أوكي إحنا حفظنا كيف نحكي في أبسط إيش لكن هسه إحنا كيف إنه أنا أصيغ جملة وأنا عم بجيب حافظ قاعدين نتعلم فيها حفظ كلمات يعني ما شاء الله حافظ كثير كلمات ما له علاقة طيب في مثلا ضل أنا بسير القواعد ترتيب الجمل طيب عشان هيك برهم عشان الكلمات هاي المخزن اللي عندك ما يضيع أصير تتعلم معنا أكاديميا كيف بتصير أوكي وبتصير فش حد قدك أيوة وتم تشكري درم شيء بو بالجريفار يا ديما تروم سيورو والله ما نفهم أي مش خلاص أوكي الله رزقهم مش عارف شكلك تحكي شمية شكلك تحكي شمية الله يرضى عليك شكرا لك تمام يا قلب يا قلب إبراهيم شو تشتغل أنت؟ حالياً شغال تقريباً في التفصيل تقريباً. وفي التجارة طيب. في التفصيل. ما شاء الله عليك طيب طيب على بركة الله طيب نرجع نكمل يا شباب قلنا نحكي تشكل لار تشكل درم ساولون ساولون هذول معناتهم كلياتهم شكراً أوكي ممكن كل... سؤال تفضل يا رانيا هلا هي كلمة إيه والله بعرف إني ما بيقولوا هالنساء الرجال فقط صحيح؟ في أغنية هذه إيه والله سمعتيها؟ لا أي والله لا بالبنات يعني عندنا طالبات بيحكوها بعض بين بعض أي والله يعني عادي بيحكوها بس بنت تحكي على شاب لا أنت أنتوا هاي خلوا البنات بين بعض ماشي؟ ايوه او حدا ما تجيش او حدا ما تجيش عليه مره تحكي له اي والله بقول لك لا اوكي طيب في شركة اسمها اغنيه اسمها هدي اي والله اكيد سمعتوها كثير حلوه اه والله هدي بنا اي والله خليك ابراهيم انت خليك ساكت بعدين تعال اعطونا اياها على الجروب نعم ابعتوها على الجروب حاضر اللهم صل على سيدنا محمد طيب هذول اللي ممكن بس هذول اللي نحكيهم طبعا جوابتها ايش اجا قدرت شكرا لا تقول اجا قدرت اوكي الواحد يقول تشكر لر ترجع تقول انت تشكر لر اذا ما تشكر لر اذا ما طماش تشكر لر انت
لا والله ده تشكلر. لا تشكلر لجادر تشكلر. أنا ما خلص الليل يا أستاذ. ها؟ والله ما نخلص الليل يا هجا. إبراهيم خليك ساكت مالك بعدين نرى كل شيء راح مالك. طيب. هذول برضو الورد هاي راح أبعث لكم إياها على ال على على الجروب. هسه بدي أطلب منكم طلب أو خلينا نحكي ده بدي رجاء منكم. هذه هي في إشي على الشات. استاذ دروس مسجلين عام ما في عندي صوت. السلام عليكم يا جماعة وين الخلل؟ أنا خارج تركيا. مثنى خارج تركيا وخارج هذه كمان. طيب إيش الكتاب اللي راح ندرسه شيماء؟ البدا شيماء بعدها موجودة؟ إيه موجودة. شيماء الكتاب زي ما قلت لك في البداية راح نكتب نبدأ في كتاب راح أخذ شوي من كتاب إسطنبول شوي من كتاب هيتيت شوي من كتاب يونسمرة بعدين في راح نيجي للكتاب بتاعي أنا اللي هو تأليفي أنا. أستاذ راح ترسلوهم بي دي إف؟ آه اللي أي شيء بأخذه يا بعملكوا يا بوربوينت وبسأله وببعته يا ببعث لكم كامل بي دي إف. تمام شكرا. طيب أستاذ في امتحان بالأخير؟ إيه؟ في امتحان بأخذ الدورة؟ أكثر شيء بحب أعمل امتحانات. ولا بتصدق يا بلال قديش بحب الامتحان. بلال الامتحان يعني قد ما اجهز على امتحان امجد لا انا زي ما حكيت انا عايش في تركيا اوكي ومش قاعد في تركيا يوم ويومين ومروح لا اكيد كلكم طولين في تركيا ماشي فيش عندي مشكله يكون عندي لغه فيش عندي مشكله انه حتى لو فتت على شغل تركي شركه تركيه عرفت اروح اخذ اجي معهم يعني تخيلوا تقدم على وظيفة تيجي على تركي يقول لك شو اسمك تحكي له أنا سودان شهريم أنا عراق شهريم يقول لك أوكي خلاص توكل على الله اترك السي في ومع السلامة أوكي فلا أما بتروح تحكي له لا فلسطينيين سودانيين عراقيين تحكي معه تجاوبيه وتسألي بكون إشي منيح الآن عشان من الآن نبدأ ما تصير تحط جملة في بالك عربي وتترجمها للتركي تمام حاول فكر بالتركي راح بعطيكم هلا فيديو للأحرف نعيده أكثر من مرة أوكي عشان التلفظ وبننسى الأحرف الإنجليزي أوكي لأنه طيب ناخذ شهادة على الامتحان إذا امتحنا نعم ناخذ شهادة بقول على الامتحان هذه تسأل عليها الدكتور حمزة طيب إن شاء الله هذا كتاب إسطنبول أنا درسته بس صراحة ما بعرف أحكي تركي